عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهاردة حقيقة معينا اخبار جميلة جدا، والاخبار كلها بتخص ابو جبل، وطبعا هو وجه رسالة واغنية انه دليل على اصدقاء السوء اللي هم يعني اندال في حياته ووقعوه في مصائب، وان هم وحشين جدا جدا جدا. كانت اول رساله لابو جبل بيوجهها لكل اصدقائه اللي هم خانوه في حياتهم اللي هم طلعوا عندهم. والرساله الثانيه الجميله المفرحه وهي اكيد بتخص سماره، ان هو بيقول يعني حاطط صوره واحد واحده وهم بيبكوا هم الاثنين، وبيقولوا انه الانسان دايما في جدال وفي خلاف ما بينهم، ولكن صدقني مفيش حد بيحبك في الدنيا اكتر مني. ودي رساله مفرحه وتبشر بالخير باذن الله تعالى، ونتمنى يا رب الايام المقبله باذن الله ان ربنا يجمع الاثنين، بما ان في ناس كتير جدا جدا محبيهم ومتابعيهم باذن الله بيتمنوا ان هم يشوفوهم مع بعض. اللهم امين يا رب العالمين، وانا من اول محبيهم طبعا، واتمنى ان هم يكونوا مع بعض يا رب. وانا كمان مستبشره خير جدا جدا بعده حاجات كده مش هقول عليها دلوقتي، واشوف حضراتكم يا رب على الف خير يا رب. الفيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. وكل اللي بيحبهم بجد يدعو لهم من كل قلبه من كل قلوبهم ان ربنا يجمعهم على الف خير يا رب العالمين. اللهم